مجهول المصير. ريت حقنا ريت حقنا الظلم هذا ما يصير. أنا خريج السياسة وابقى مجهول المصير. ريت حقنا ريت حقنا الظلم هذا ما يصير. أنا خريج السياسة وابقى مجهول المصير. ريت حقنا ريت حقنا الظلم هذا ما يصير. أنا خريج السياسة وابقى مجهول المصير. ريت حقنا ريت حقنا الظلم هذا. هذه الوقفة ليس الأولى من بدايتها، وإنما هذه الوقفة استمرت منذ الشهر الثامن. صار فيها ظلم وتهميش، انعادت في الشهر الثاني وما زال هذه الوقفة لحد الآن. كنا احنا متظاهرين لأسباب معينة، طلعنا يعني مهلة للحكومة العراقية أن نشوف أن حل، لحد الآن ماكو أي حل. فاليوم احنا واليوم معتصمين، ليس فقط معتصمين وإنما قد نكون مضربين عن الطعام وعن الشراب. هذا الأمر يعني واضح وراح يكون موجود في حال لم يحققون مطالبنا. مطالبنا احنا اسماء صعدت واسماء ما صعدت، فنتمنى من الحكومة العراقية من الجهات المختصة الاسراع في تنظيف استعجال في مطالبنا، تحقيق مطالبنا. طيب في حال لم تستجب الحكومة لمطالبكم شنو راح يكون الرد؟ نعم، اما بالنسبة لردود افعالنا احنا سلمين بالدرجة الاولى، لكن قد يكون هناك اضراب عن الطعام، قد يكون اضراب عن الشراب، قد هذه الحرارة القوية أو مرض كورونا قد يؤدي إلى وفاة أحد الأشخاص، وهم يتحمل مسؤوليتهم أمام الله في حال أنه يعرفون الله، وأمام عوائلنا في المرتبة الثانية. ونكون معتصمين نحن أمام وزارة الخارجية من اليوم، ونبقى معتصمين، وذلك بسبب يعني الحر شوية حارة هنا، يعني ما نقدر أنه نتواجد باستمرار هنا، فإحنا معتصمين يوم وزارة الخارجية، وإن شاء الله نحقق مطالبنا لو تكون أكثر من 10 سنوات. بالأول نحن مجموعة من خريجين علوم السياسية عانينا التهميش منذ عام 2003، اعتصمنا منذ آب 2019 وإلى الآن مستمرين لحين تحقيق المطالب. طبعا العام تم رفع بعض القوائم وأهملت بعض القوائم اللي من ضمنها إحنا، ونحن اليوم نطالب بعدم الإقصاء والاستبعاد لهذا التخصص باعتبار أن تخصصنا إن هو أساس الدولة. نطالب من الجهات المعنية الحكومية بتوفير فرص عمل لخريجي العلوم السياسية، فهم أساس الدولة. مجرد وعود كاذبة، تقريبا صار سنة نفس الوعود نفس الكلام، وماكو أي جهة تنفيذية نفذت الوعود اللي وعدوها بينا أي شيء.
مجرد كلام فقط. طيب في حال الحكومة لم تستجب لمطالبكم؟ نحن مستمرين لحين أخذ المطالب. هاي قعدتنا ما نروح حد ما يجينا أمر إداري يصدر بينا كل إثنين نتعين. ما نطلب غير حقوقنا اللي هو التعيين. طبعا انتم مثل ما تشوفون هاي المظاهرات، اولا هي مو مظاهرات، هذه اعتصامات سلميه لخريجين. طبعا خريجين لهوايه اقسام، مثل ما تشوفون يعني اكو هوايه وزارات محتجه، جماعه مثلا وزاره الدفاع، جماعه الداخليه. بس بالنسبه لي انا احنا هنا اليوم المجتمعين موجودين هنا، احنا خريجي العلوم السياسيه. طبعا خريجي العلوم السياسيه هاي مظلوميه مستحيل تخفى على احد. من 2003 لحد الآن إحنا العلوم السياسية ما يوجد من أنصفنا، لا يوجد إلا أنصاف، لا بالتعيينات ولا بالدرجات الوظيفية اللي تطلق بكل الوزارات. فإحنا يعني مهمشين، يعني هذا اختصاص مهمش. ليه؟ شنو السبب؟ مع أنه هو العلوم السياسية مو اختصاص سهل، لا قبوله بالمعدل السهل ولا دراسته بالسهلة. والعلوم السياسية هو الثاني تخصص بالنسبة للتخصصات الإنسانية، ليش هذا الاختصاص مهمل؟ شنو السبب؟ شنو السبب اللي خلى السياسيين اللي من 2003 اللي هسه هو هذا الاختصاص مهمل؟ ما ان كل مجال لا احد اجانا. طبعا احنا هاي مو اول اعتصام انه ولا اول وقفه، هاي تقريبا الوقفه الثالثه او الرابعه انه زين. لا جهه اجتنا، لا سياسيين اجونا، لا نواب اجونا، ولا اي جهه سياسيه اجتي، ولا اي جهه معنيه وصلت. طبعا في حال اذا احنا ماكو استجابه ولا اي تقدير لهاي وقفتنا ولا احنا هذا وجودنا، احنا بالنتيجه بالاول والتالي احنا عراقيين واحنا طلاب واحنا خريجين زين، ونريد حقنا، ونريد حقنا من عندهم هم من السياسيين اللي من 2003 الى 2016 ما قدموا اي شيء لهذا البلد. في حال اذا لم تتم الاستجابه ان احنا مستمرين باعتصامنا ومستمرين بوقفاتنا، وبالايام الجايه احنا راح يكون عندنا تصعيد بطرق اخرى، وان ايضا احنا يعني اعتصام راح يكون اعتصامنا مفتوح ومستمر وباقين. احنا بالنسبه للشباب باقين، بايتين باقين، واحنا البنات ايضا باقين وياهم ومسانديهم لاخر خطوه، يعني احنا ما نتراجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لقناتكم على تغطية تظاهرات العلوم السياسية. طبعا العلوم السياسية تعتبر من الأقسام المهمة في جميع دول العالم باعتبارها يعني مهتمة أو مختصة في الجانب التخطيط الاستراتيجي وكذلك الفكر الغربي والفكر الإسلامي والعديد من المجالات من العلاقات الدولية والسياسة الدولية. لكن للأسف في العراق هذا القسم مهمش من عام 2003 لحد هذه اللحظة. قد يكون هذا التهميش إهمال أو قد يكون مقصود. كل الحكومات السابقة يعني لم تعطي درجة واحدة يعني لهذا القسم المهم. حقيقة هو كان يعني التظاهراتنا من السنة الفائتة، يعني من شهر آب الماضي صعدت بعض الأسماء، لكن استبعدت بعض الأسماء الأخرى. قد تكون يعني الأسباب يعني غامضة. بدينا بالتظاهرات في شهر الثالث، جاءتنا بعض الشخصيات السياسية من يعني نواب ومنها وزراء وبعض الشخصيات، وعدونا لكن حد هذه اللحظة يعني ماكو أي يعني استجابة حقيقة. بداية أنا أشكر قناتكم واهتمامكم بالموضوع ومساندتنا. اليوم احنا هاي ليست وقفتنا الأولى، وإنما وقفة منذ 2019 في شهر آب اعتصمنا نحن خريجين العلوم السياسية بسبب تظلمنا بهذا الاختصاص منذ 2003 لحد الآن لا يفتح له أي أبواب للتعيين، وهناك كل سنة تتخرج من عندنا آلاف، وهذا الأمر قد لحق بنا وأصبح لدينا جيش كامل من خريجين لهذا الاختصاص لا مهمشين وباستمرار. لذلك اعتصمنا مطالبين بحقنا بالتعيين وانصاف هذا التخصص واعطائه فرصة لخدمة هذا البلد العزيز علينا جميعا بكافة، ونحن من جميع المحافظات وليس من محافظة واحدة، وجميع الكليات ايضا المهتمة بهذا التخصص. احنا ما قابلنا يعني احد ولا
لا اهتم، لكن هناك حملة لمناشدات انترنت على الانترنت على مواقع التواصل الاجتماعي، ايضا هناك استجابة من بعض المسؤولين ولكن ليست اجابة فعلية او مهمة. نحن نريد شيئا ملموسا وعلى ارض الواقع. استمرينا بالاعتصام ونحن مستمرين ان شاء الله الحين تحقيق مطلبنا اللي هو التعيين، ما عندنا غير مطلب. احنا معتصمين وان شاء الله سلميين، ونتأمل من الحكومة انه تستجاب لمطلبنا. مطلبنا بسيط، عددنا قليل وهم مطلعين، لانه احنا اصلا صارت عندنا مظلومية، اعتصمنا وراح يقارب لنا السنة وللأسف صعدت اسماء واسماء ما صعدت لنا. يعني احنا ما جايين عبطا ولا جايين بطرا ومن طالب بشيء يعني درجات خاصة او وزارات معينة، مجرد وظائف مهمة بما يروح مناسبة لنا. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا وقفة احتجاجية وان شاء الله راح يكون هو اعتصام لخريجين علوم سياسية المطالبين بتعييناتهم. اللي احنا عندنا خريجين من 4 سنين وخمس سنين وستة ولحد الان هم بدون تعيين، اضافة لان خريجين علوم سياسية وظائف الاهلية ما تشملهم لان هم مو ادارة اقتصاد او مثلا محاسبة او ادارة اعمال، فماكو حتى وظائف اهلية لهم، وهم اصلا عددهم مو هو يعني عددهم قليل. فاحنا نطالب اليوم من الحكومة ومن وزارة الخارجية بالاخص، لان احنا اختصاصنا علوم سياسية اللي تحوينا هي الوزارة الخارجية من المفترض. والله احنا راح نسوي اعتصام مفتوح هنا قدام الخارجية ونبقى اسبوع اسبوعين شهر الى ان ناخذ نشوف لنا حل، يسوي لنا حل، يلا ما نمر. نحن كمتظاهرين ومعتصمين خريجين كلية العلوم السياسية عانينا التهميش منذ عام 2003 والى اليوم، وقد همشتنا جميع الحكومات حيث جميع الوزارات همشت كلية العلوم السياسية وخاصة الخريجين منذ عام 2003 والى اليوم، وان اختصاص العلوم السياسية هو كالعمود الفقري الى الدولة حيث يشمل اغلب المؤسسات والوزارات والقطاعات في الحكومة، ولكن هذه الحكومات همشت هذا الاختصاص لكونه مهم جدا في الدولة. فاختصاص العلوم السياسية يشمله جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني وأيضا وزارة الخارجية هي الحاضنة الأم تعتبر لهذا الاختصاص، ولكن المحسوبية والمنسوبية لعبت دورها الأساسي والمهم في هذا في أن تكون وتهمش هذا الاختصاص، لأن أصبحت وزارة الخارجية هي وزارة العوائل، وأيضا غيبت المحاصص دورنا في أن نستحصل على حقوقنا، وأيضا نحن مؤمنين بحقوقنا حيث الحقوق تؤخذ ولا تعطى، ونحن سوف نبقى معتصمين في هذا المكان حتى أن يحققوا مطالبنا. طبعا من سنة 2016 لحد الآن السنة الرابعة هاي من خريجين العلوم السياسية، من 2003 لحد الآن ما نصفوا العلوم السياسية. العلوم السياسية أكثر شريحة اللي هي مظلومة، لا تقبلنا مؤسسة، لا تقبلنا أي دائرة. من يوم من 2003 لحد الآن لا وزارة الداخلية فتحت، لا وزارة الدفاع فتحت، احنا أصلا تنسيبنا على وزارة الخارجية. وزارة الخارجية يقولون بها عدد الموظفين 1500، زين إذا 1500 احنا كم خريج هسه صار عندنا؟ انا من 2016 متخرج لحد هسه هاي اللحظة ايش قد عندنا صارت الاف ايش قد عندنا؟ جوي اهل العمارة، جت اهل الناصرية، جت اهل كربلاء، باقي المحافظات. انا بس على مستوى بغداد احكي لك تقريبا صار بال2000 خريج من 2016 لحد هسه. زين ابو القانون عنده مجال يقدر يشتغل بالمحاماة، ابو الادارة والاقتصاد يقدر يشتغل مصارف، يقدر يشتغل مؤسسات اهلية او حكومية. اما العلوم السياسية لا تقبلها دائرة، دا يقدر يشتغل موظف مدني، دا يقدر يشتغل يعني كل شيء ما متاح له. اكو كانت يعني قرار بين يلغون العلوم السياسية قبل 5 سنوات أو 6 سنوات، يعني الأفضل لو لاغيها كلية العلوم السياسية، كان هواي شباب راحت وشافت مصيرها، كان شافت مصيرها بغير كليات، بغير أقسام، بهواي أمور. أكثر شريحة انظلمت هي خريجين العلوم السياسية، وبعدها يعني احنا ما نريد نكرر كونه يعني خريج علوم سياسية أو غيرها، بس انت اللي جاي يشوفها بعينك. يعني أكثر من 500 طالب هسه احنا متواجدين، من سنة 2019 ديك السنة هم طلعنا مظاهرات وهم راحت الأسماء، ومن جوا وباقوها وصعدونا يمكن تقريبا 5 طلاب أو 6 طلاب تعينوا فقط، الباقين كلهم ما تعينوا، وهسه هاي انعادت.
وما ندري راح يصير. طيب قابلتوا جهات معنية شنو كان؟ هو قابلنا بنفسه وزير الخارجية اللي هو قابلنا نفسه محمد الحكيم اللي كان جه والتقى بينا وقال ماكو اي تعيين على وزارة الخارجية. زين انت اذا ماكو اي تعيين على وزارة الخارجية العلوم السياسية اعطيني حل وين يروح؟ اعطيني حل وين يروح؟ شوف لي فد مكان غير وزارة الخارجية. عندك وزارة خارجية، عندك السفارات، عندك هواي هواي امور. زين انت فتحت تعيين على ذني، وفرت فرصة تعيين لهذا الشاب اللي صار له اكثر من 6 سنوات و7 سنوات و8 سنوات خريج. زين اي والعمر جاي يمشي، بس مجرد ذاك اليوم يعني فتحوا على وزارة الداخلية رادوا مال المعهد العالي وطالبين عمر يعني من 27 من 26 وجوا. زين هذا اللي صار عمره 29 30 شنو ذنبه؟ مطالبكم شنو راح تكون؟ احنا باقين على مظاهراتنا، باقين على اعتصامنا. هذا اليوم العدد 500 باكر يصير 600، وراح يصير 700، وراح يصير 800، لحد ما نشوف تاليها ويامه. يعني هسه حكومه من شكله جديده صحيح، هسه والوضع هسه يعني حاليا الوضع ما يضطر يعني المظاهرات. اول شيء عندنا فيروس، الفيروس هذا خطر، وثاني شيء حكومه هسه هي يعني جديده صحيح اكو عجز واكو، بس خلي يعطونا وعود، خلي يعطونا فد كلام، يعني كلام مثل ما نقول كلام اهلنا كلام زلم، مو تجي توعد وتروح. نحن معتصمين سابقين، اعتصمنا في الشهر الثامن لسنة 2019، وكوني أنا أحد المعتصمين في الاعتصام السابق، أني أطالب سيادة رئيس الوزراء والجهات المعنية أولاً بالكشف عن الأسماء التي لم تصدر ولم تظهر، لأننا ضمن الاعتصام السابق وخرجت أسماء وأسماء لم تظهر لأسباب نجهلها. وهذه والعلوم السياسية من القصاص المهمش، القصاص المهمش والمجهول والمظلوم، لكون أن العلوم السياسية تستقبله 24 مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولا نرى ولا نسمع أي مؤسسة تفتح درجات وظيفية لهذا القصاص المهمش والمظلوم على مدار من سنة 2003 إلى غاية هذه اللحظة. طيب قابلتوا جهات معنية، شنو كان الرد؟ قابلنا عدة جهات وعدة نواب سياسيين لهم نفوذ، لكن لا أذن صاغي لنا. ونحن الآن معتصمين سابقين، نعيد ونكرر، أعيد وأكرر، أنا ضمن المعتصمين السابقين ولم يظهر اسمي وأسماء الكثيرين من المتواجدين خلفي في الاعتصام السابق الذي ظهرت أسماءهم التعيين بصفة مدني على وزارة الدفاع وعلى الأمن الوطني. راح نبقى موجودين معتصمين بمكاننا إلى غاية تحقيق مطالبنا، وهي أبسط مطالب لنا، لأننا أبناء الوطن ونريد خدمة الوطن، لأن هذا يقع على عاتق أبناء الوطن لخدمة العراق. أنا المتكلم خريج 2010 وأسكن في دار للإيجار ولدي أطفال، ومهمش ومظلوم. لماذا هذا الظلم والتهميش تجاه خريجين وبالخصوص اختصاص العلوم السياسية؟ أول شيء السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. إحنا معتصمين علوم سياسية نعاني ظلم التهميش من سنة 2003 لحد الآن. العلوم السياسية ما لها دور بالعراق، وكل الدول يخلون شهادة على رأسهم،
الا بالعراق حشاك شيل الشهاده العلوم السياسيه وذبها بالزب، ما حد يعترف بها. احنا لا ابو الاعداديه يقبل يعيننا ولا ابو الابتدائيه ولا بالمتوسطه، اذا متى احنا نضل هيجي؟ نريد تعيين مركز العلوم السياسيه حالنا حال الكليات، ما لانهم احنا اختصاصنا راقي بكل الدول، واحنا باي دوله او باي سلطه احنا يقبلون يتعينونا. انا لحقت وياك من 10 الاوائل لحد الان ما متعينه. احنا نطالب من الدوله تنظر بينا ونتعيننا. وثاني شيء اذا كلش العلوم السياسيه ما لها تعيين يسدوها العلوم السياسيه، المن يعني من 2003 لحد الان زمن صدام بس للناس الاولاد الاحزاب يدخلونها الحزب، هسه بس اي حزب مثلا اكراد يصير بس الاكراد او مثلا اي قسم يصير له. احنا نريد نطالب بتعيين جديد وان احنا ما نطلع منها معتصم لحد ما ناخذ اوامرنا الاداريه نبيده. وشكرا لكم. طيب في حال قابلت جهات معنيه شنو كان الرد؟ كلهم بس حكي، واحنا بعد بلينا من الحكي احنا ما نروح من نانج الا اذا ما نتعين، احنا كافي هم قاعدين على التبريد واحنا هنا نشمس طاقتنا خلاص. Thank you.
ما